بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين السملالي رئيس الهيئة الوطنية للصناع والحرفيين بعمالة المحمدية. احنا الآن أمام مجلس بلدي حطينا واحد الطلب لتوفير العدادات للسوق البلدي. السوق البلدي فيه 70% ديال الحرفيين، أصحاب المحلات كيتكونوا من حرفيين من عدة مهن وعندهم عندهم عدادات مشتركة، وكيكون الضغط ومعرض أي لحظة الشعال لا قدر الله الحريق. وكي كيعرف الجميع السوق البلدي الجوطيه انه كيعاني من 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 بعض الاشياء اللي هي مثلا كالعدادات. ومعنا سي احمد العسري، هو من القدماء ديال السوق البلدي ورئيس جمعيه سابقا للسوق البلدي وعضو في الهيئه الوطنيه للصناع والحرفيين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. احمد العسري، رئيس نائب رئيس الهيئه الوطنيه لحرفي الصناع والحرفيين بمحمديه، ورئيس جمعيه الخير لاصلاح الدراجات. كما قال الاخ، حطينا واحد الطلب باذن الله سبحانه وتعالى لطلب ديال القرارات اللي باش نحصلوا على العداد ديال الكهرباء في السوق البلدي. وكانت واحد اللقاء مع السيد العامل السابق الشكاف، وعطات التعليمات ديالو باش يدوز في الدوره باش يصادقوا على القرارات، وفعلا دازت في الدوره وصادقوا على القرارات. وكان السيد عنترة تبع معنا، ولكن للاسف كان ما بقاش متبع لانه كان اقاله ديالو. وجات السيده الرئيسه ايمان صابر وتبعت معنا، ولكن حتى هي للاسف ما كملاتش، والان باقي القرارات ما تعطوناش، والناس باغي يدخلوا العدادات. وكانت واحد الطلب حطينا للسيد العامل باش يهضر مع رئيسات المجلس باش يعطيونا القرارات، وفعلا كلف السيد الكاتب العام، وكاتب العام كلف الباشا باش تكون واحد المراسله، ودارت واحد المراسله وحملهم المسؤوليه بان داز في الدوره خاصو يتعطاو القرارات باش يدخلوا العدادات الكهربائيه للصناع والحرفيين والتجار في السوق البلدي. ولحد الان حنا باقي كنتسناو وكنحملوا كل المسؤوليه، لان لو وقعت شي حاجه الله يحفظ راه المجلس هو اللي كيتحمل المسؤوليه. ولهذا كنطلبوا من السيد العامل والسيده الرئيسه والاعضاء باش يتعاونوا معنا باش يخرجوا هذه القرارات، لان داز في هما اللي صادقوا عليه في هذه الدوره، وهما اللي خصهم يخرجوا للوجود. وبغينا باش يلتفتوا لهذا السوق البلدي، لان السوق البلدي مهمش من طرف المجلس، كاينه غير السلطات هي اللي كتعاون معنا، هي اللي كتعاون معنا في الكهرباء، هي اللي كتعاون معنا في النظافه، وهي اللي كتعاون معنا في عده اشياء. ولكن المجلس مع المشاكل اللي عنده ما منتبهش لهذا السوق، والسوق مهمش. وبغينا الله يجزيهم بخير، نتعاونوا كاملين باش نستافدوا من هذه القرارات، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. كي كنطالبوا من السيده الرئيسه ديال المجلس البلدي السيده زبيده توفيق، انها والطاقم اللي كيكون المكتب ديالها، ان يدير واحد الجوله في السوق البلدي. وانهم هما احنا عارفين على انكم كتعرفوا السوق البلدي مزيان، ولكن باش تعرفوا الاكراهات والاشكالات اللي كيعانيوا منها الحرفيين والحرفيات بالسوق البلدي. وكنتمنوا كنطلبوا من السيد العامل انه يساند هاد الحرفيين في السوق البلدي في هاد المطالب اللي هي كتساعد تنظيم السوق البلدي. وكنشكر السلطات لانها قامت بعده اشياء اللي هي اشتغلت على 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 باش تحاول تنظيم السوق البلدي، رغم انه كاين هناك اكراهات وعده اشياء اللي هي كنتمنوا انها تصلح ان شاء الله في القادم ان شاء الله. كي كيعرف جميع المواطنين والمواطنات ديال العمالات المحمديه ان الحرفيين كيشكلوا ازيد من 60% ديال المواطنين بعمالات المحمديه. ولهذا لازم كنطلبوا من السيده الرئيسه ديال المجلس البلدي انه يلتفتوا للحرفيين بعمالات المحمديه. وايضا السيد العامل مشكور على عده اشياء اللي تقامت للحرفيين. كما قال الاخ بان بغينا من السيد العامل جزاه الله خيرا والسيده رئيسه المجلس البلدي باش تكون واحد اللجنه من العماله ومن المجلس، ويمشيو للسوق ويكون هذاك الشيء على قرب باش يشوفوا المعاناه اللي كيعاني منها الصانع والحرفي.
وشوف المشاكل اللي عندنا، عندنا اكراهات كثيره في السوق، ولكن كاينه غير السلطات اللي كتوقف معنا في هذوك المشاكل اللي كتكون عندنا في السوق، ولكن المجلس ما ما ما, ما عندوش علم بهذاك الشيء. وبغينا شي لجنه تكون تخرج ان شاء الله باش نحكيو كاع المعاناه اللي كيعانيها الحرفي، وكثير في هذا كوفيد، لان الناس كتسد مع الثمانيه والحرفي محل. وبغينا باش يكون واحد اللجنه ان شاء الله تخرج ونحكيو كاع دوك الاكراهات اللي كاينه في السوق ان شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وفي الختام اعزائي المشاهدين، اننا والصناع والحرفيين اننا حطينا هذه المراسله للمجلس البلدي، وكنطلبوا ان كي كتشاهدوا المراسله كنطلبوا من المجلس البلدي على انه ياخذها بعين الاعتبار وتكون استجابه باي شكل من الاشكال. بغينا الاجابه على هذه المراسله، ما تكونش كالمراسلات السابقه كتكون فيها اللامبالاه. كنتمنوا هذا المجلس اللي كاين لحد الان يكون جريء ويجاوبنا على هذه المراسلات اللي كنحطوه كتهم الحرفيين والصناع. وتحيه للجميع.